سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرتنا الأخبارية المحلية من تلفزيون دولة الكويت إلى أهم وأبرز العناوين. وزير الأعلام خلال افتتاح مسرح السلمية يؤكد أن هذا الحدث هو الخطوة الأولى نحو تطوير المرافق الثقافية في البلاد. ووزارة الداخلية تدعو الجميع أن يتحملوا واجبهم الأبوي والأسري والمجتمعي ومسؤولياتهم الوطنية لوقاية الأبناء وحمايتهم من محاولة التغرير بهم. أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم. قال وزير الأعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، قال إن افتتاح مسرح السلمية ما هو إلا خطوة أولى نحو تطوير المرافق الثقافية في الكويت. وأوضح وزير الأعلام في كلمة ألقاها الليلة الماضية بمناسبة حفل تكريم المبدعين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجية وافتتاح مسرح السلمية، أن هناك استراتيجية تنموية وثقافية وفنية شاملة تحظى بدعم وتأييد من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. صرح ثقافي وفني تم افتتاحه ليمثل نقلة نوعية في مجال المسرح الكويتي الذي تمتد مسيرته لعشرات العقود الماضية. تم إنشاؤه على أحدث المواصفات والمقاييس العلمية، وما هو إلا خطوة نحو تحديث وتطوير المرافق الثقافية بدولة الكويت. إن افتتاح مسرح السلمية الذي تم إنشاؤه على أحدث المواصفات والمقاييس العالمية ما هو إلا خطوة أولى نحو تحديث وتطوير المرافق الثقافية بدولة الكويت، تتلوها خطوات أخرى ضمن استراتيجية تنموية ثقافية وفنية شاملة تحظى بدعم وتأييد من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم. أيها الحفل الكريم، إنه من دواعي الغبطة والسرور أن يشاركنا هذا الاحتفال معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رغم مسؤولياته الجسام، وهو ما يؤكد الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية العليا للبلاد بالثقافة والفنون والأداب في دعم خطوات التنمية والتطور المجتمعي في كافة مجالات الحياة. استراتيجية تنموية وثقافية وفنية شاملة تحظى بدعم من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لإبراز مواهب أبناء الخليج الإبداعية في المجال الثقافي والفني. بتكريم نخبة متميزة من مثقفي ومثقفات دول المجلس ممن اختاروا الثقافة دربا في الحياة ونهجا مباركا لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم، ولعل من حسن الطالع أن يتزامن هذا التكريم مع افتتاح مسرح السالمية. هذا الصرح الثقافي المتميز وانتهز هذه المناسبة ليبارك للمثقفين والمسرحيين الكويتيين بافتتاح هذا الصرح الحضاري الذي سيكون له شأن كبير في إثراء الساحة الثقافية في الكويت الحبيبة. تضمن حفل الافتتاح تكريم كوكبة من مثقفي ومثقفات دول مجلس التعاون الخليجي تقديرا لإنجازاتهم الإبداعية التي ساهمت في بناء حاضر مجتمعات الدول الخليجية. دلال أبو الحسن، تلفزيون دولة الكويت. أشادت وزارة الداخلية بالتعاون البناء والمثمر والإيجابي الذي أبداه بعض أولياء الأمور الذين تقدموا بدافع حبهم وولائهم تجاه أمن وطنهم واستقراره بالإبلاغ عن أبنائهم المغرر بهم للانضمام والالتحاق بالجماعات المتطرفة دينيا وفكريا. وحذرت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم من محاولات التغرير بالأبناء من خلال التخفي وراء أهداف واهية وشعارات زائفة باسم الجهاد والاستشهاد والدين الإسلامي منها براء، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة والإنترنت والتي تبث من الخارج وغيرها من وسائل الاتصال المنحرفة.
وأكدت وزارة الداخلية أن جميع الأجراءات الاحترازية أمنيا وتأهيليا تعمل حاليا متزامنة مع عمليات التتبع والبحث والتحري وجمع المعلومات والملاحقة القانونية والإحالة إلى جهات الاختصاص ضمن إطار خطة التأهيل للحيلولة دون انضمام المغرر بهم من الشباب بالوقوع في شرك تلك الجماعات الإرهابية. وشددت على أن جميع أجهزة الأمن لديها تعليمات واضحة مفادها تلقي جميع بلاغات أولياء أمور الشباب وأقاربهم وكل من يهمه أمر وصالح أي من هؤلاء الأبناء والشباب المضلل، والتعامل معها بسرية تامة وكاملة ومحفوظة، والعمل على سرعة إلحاقهم بالبرنامج الوقائي وتأهيل الشباب وحمايتهم من تلك الأفكار المتطرفة تنفيذا لمخططاتهم على حساب أمن الوطن واستقراره وإشاعة ثقافة التطرف والتشدد وارتكاب أعمال العنف بأشكاله وأنواعه كافة. وعربت وزارة الداخلية في هذا السياق عن الشكر والتقدير للمواطنين وحثتهم على مواصلة التعاون والمسارعة بتقديم أي معلومات يرون أنها تمثل أهمية بالنسبة للجانب الأمني، داعية الجميع إلى أن يتحملوا واجبهم الأبوي والأسري والمجتمعي ومسؤولياتهم الوطنية في الاستفاف إلى جانب جهود أجهزة الأمن وبذل أقصى درجات الجهد والتعاون حماية لأبنائنا ووقاية لهم ودعما لما يبذله رجال الأمن من جهود أمنية نحو أمن الوطن وأمان المواطنين. قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بمكتب شؤون الحج بوضع خطط مستقبلية لموسم الحج القادم، وذلك تفاديا للأزمات التي واجهتهم في موسم الحج الماضي. مكتب شؤون الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت لم ينتهي من تنظيم سير عملية الحج بانتهاء موسم الحج، بل كانت هناك متابعة للقرارات المعتمدة من السلطات السعودية للموسم القادم، بالإضافة إلى إقامة الحملات الدقيقة للمخالفات التي ارتكبتها الحملات الكويتية من أنظمة إدارية وغيرها من استخراج تراخيص الحج. مع فور انتهاء مناسك الحج وموسم الحج بالنسبة للحجاج، لكنه لم ينتهي بالنسبة لإدارة الحج، ستكون هناك متابعة دقيقة وحثيثة لموضوع المخالفات التي ارتكبتها بعض الحملات، سواء ما يخص تصريح الحجاج أو ما يخص بعض الأمور النظامية والإدارية، وبالتالي سيتم عرض هذه المخالفات على لجنة شؤون الحج. السلطات السعودية تؤكد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت أن حصتها للموسم القادم يبلغ 6400 حاج أسوة بالمواسم الماضية، نظرا لأعمال التوسعة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للحرم المكي الشريف. أهم القرارات للموسم القادم هي إبقاء التخفيض للعام القادم بما يخص جميع الحجاج وجميع حجاج الدول الإسلامية وبمن فيهم حجاج دولة الكويت، وبالتالي ستكون حصة دولة الكويت للعام القادم هي 6400 حاج أسوة بالمواسم الماضية، وكذلك لأعمال التوسعة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في الحرم المكي الشريف، وبالتالي ستبقى هذه الأعداد مثل ما كانت في المواسم السابقة. دولة الكويت حريصة في تنظيم موسم الحج من خلال القوانين الموضوعة التي تسعى إلى الارتقاء بهذه الشعيرة الإسلامية وتطوير كل ما من شأنه خدمة المواطنين لأداء فريضة الحج. من الدول السباقة في هذا النظام، يعني الكويت أصدرت قانون لتنظيم الحج، يمكن الدولة الوحيدة التي يوجد لديها قانون لتنظيم شؤون الحج، وهذا القانون صدر منذ أكثر من 30 عام. وبالتالي إن شاء الله نظرة مستقبلية مثل ما كانت هناك نظرة مستقبلية عند الآباء والأجداد بصدور هذا القانون منذ أكثر من 30 عام، إن شاء الله سنكمل هذه المسيرة وسيكون هناك تطور أكثر وانفتاح أكثر لموسم الحج لضيوف الرحمن، وبالتالي ستبقى الكويت في المقدمة سواء في الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن أو في التقنيات الحديثة التي يعني تم استحداثها في الآونة الأخيرة.
أطلقت دولة الكويت مشروع المليون مصحف في بادرة منها لمساعدة البلاد الفقيرة، وذلك بتبرع المحسنين من دولة الكويت للمساهمة في نشر كتاب الله في البلدان التي يصعب على أفرادها اقتناء المصحف الكريم. تتواصل الجهود والمساعي الخيرة التي جعلت من الكويت مركزاً إنسانياً في العالم، فمشروع المليون مصحف التي تقوم عليه جمعية أحياء التراث الإسلامي والذي انطلق عام 2006 وصل في هذا العام إلى ربع المليون من خلال توزيع المصاحف على دول العالم الإسلامي شرقا وغربا، فنشر كتاب الله عز وجل من أجل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. جمعية أحياء التراث الإسلامي فرع الجهراء عندهم مشروع المليون مصحف، وهو مشروع الحمد لله بدأنا به تقريبا سنة 2006 تقريبا، فبحمد الله تبارك وتعالى سميناه مشروع المليون مصحف، وصلنا الآن قرابة الربع مليون، وبحمد الله تبارك وتعالى نتلمس يعني حلقات القرآن التي تكون في العالم الإسلامي شرقا وغربا، وبحمد الله تبارك وتعالى وزعنا في دول كثيرة مثل كازاخستان وكذلك مصر واليمن والسودان والسنغال وفي الأخير كينيا. بحمد الله تبارك وتعالى كانوا فرحين بهذا الإنجاز وبهذا الشيء، وذلك لأنهم استبدلوا يعني الألواح الخشبية بمصاحف مطبوعة طباعة أنيقة وجميلة. هذا المشروع الخيري استبدل الألواح الخشبية التي يكتبون عليها بمادة الحبر، استبدلها بالمصاحف، مما يسر ذلك في حفظ كتاب الله تعالى، فكثيرا من الدول تفتقر إلى وجود المصاحف القرآنية. فقد أنعم الله علينا في بلد الخير والعطاء دولة الكويت بانتشار دور القرآن وحلقات التحفيظ، مما يجعل أهل الكويت الخيرين يحسنون في مساعدة الدول المحتاجة في العالم. بلادنا بلاد الكويت في وزارة الأوقاف تمثل في وزارة الأوقاف الحلقات والقرآن والمصاحف، ودور القرآن منتشرة بحمد الله. فكما نحن نحب أن نتعلم ديننا وأن نعرف أحكام شرع الله سبحانه وتعالى، فإننا أيضا نريد أن نعلمها الناس ونعلم الناس مبادئ الإسلام. المشاريع الخيرية تتنوع بتنوع حاجة البلدان الفقيرة في العالم، فمنها إقامة ندوات الإسلامية والتوعوية وبناء المساجد وحفر الآبار وغيرها من بناء لدور الأيتام والمراكز الإسلامية التي تأوي الفقراء والمحتاجين. الأمور الدعوية كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى، وهي إقامة الندوات ويعني العلمية للناس في الخارج بإرسال الوفود وإرسال العلماء والمشايخ إلى البلاد الخارج، وذلك في المساجد التي بنتها الكويت بحمد الله تبارك وتعالى بجميع جمعيات الخيرية المباركة، وكذلك المراكز الإسلامية التي بنتها الكويت والمدارس ودور الأيتام وغيرهم. المشاريع الخيرة متنوعة وكثيرة في دولة الكويت، مما يسهم ذلك إيجابا في نفوس أهالي الدول المحتاجة للمساعدات الإنسانية والخيرية. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت. أطلقت وزارة الصحة بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي حملة توعوية تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات لرفع الوعي والوقاية من هذا المرض. إن شهر التوعية الخاص بسرطان الثدي في مختلف دول العالم هو شهر أكتوبر، يهدف إلى زيادة التوعية حول ماهية سرطان الثدي وكيفية تقديم الإجراءات الوقائية التي تحول قدر الإمكان دون الإصابة به. وزارة الصحة تحرص دائما على إقامة أيام توعوية من خلال برامجها الوطنية، فقد أطلقت وزارة الصحة من خلال برنامجها الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي حملة توعوية بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي. إقامة 4 أيام توعية في 4 من مراكزنا اللي فيها وحدات فحص الثدي، وهذه أول مرة تسير بالكويت. البرنامج دشنا معالي وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بشهر 2/2014، بدينا الفحص الكلينيكي للسيدات بشهر أبريل 2014، بديناه
على مستوى أعداد صغيرة وعلى مستوى أيام قليلة، شوي شوي قاعدين نتوسع. في هذا الشهر التوعوي سيتم استقبال السيدات لأعمال فحص الماموغرام دون موعد مسبق، مع إعطائهن نصائح وإرشادات وكيفية الفحص الذاتي، بالإضافة إلى توزيع كتيبات. أول يوم، يوم 21 أكتوبر، راح يكون في مركز العقيل الصحي علشان خدمة مراجعات منطقة الأحمد الصحية. يوم 22 أكتوبر مركز الزهرة الصحي لمواطنات حولي والعاصمة. يوم 27 أكتوبر لمركز النعيم الصحي للجهرة، ويوم 29 أكتوبر مركز خيطان الجنوبي للفروانية. مركز الزهراء الصحي راح يكون يوم التوعية في تاريخ 22/10 الأربعاء القادم، وراح نستقبل كل السيدات اللي حابين يسوون الفحص من الساعة 9 صباحا لآخر مريضة تدخل عندنا. منذ انطلاق البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، استطاع القائمون على هذا البرنامج اكتشاف العديد من الحالات وتحويلها إلى مركز الكويت لمكافحة السرطان. من شهر 4، من أول حالة احنا سويناها لحد اليوم، مسوين حوالي 900 حالة، منهم تم اكتشاف 4 حالات مثبتة أنها سرطان ثدي، والأربع حالات تم تحويلهم لعيادة الجراحة في مركز الكويت لمكافحة السرطان. الأربع سيدات ما كانوا يدرون أن فيهم سرطان، وهذا الهدف من حملتنا. إحدى السيدات التي أجرينا هذا الفحص أشادوا بحسن التنظيم والجهود المبذولة في سبيل راحة وتقديم خدمات متميزة ومرموقة. الوقاية خير من العلاج، فحلو لما نشوف الحملة التوعوية هاي عشان سرطان الثدي، أو يعني عن توعوية عن أي مرض عموما. فيت على حسب الموعد، والإجراءات جدا سهالة، كون مراجعة جديدة، فتحوا مثل ملف بالكمبيوتر، عطوني استبيان، سألوني أسئلة وأخذوا معلومات، وبعدين قالوا لي عن الفحص، ودوني غرفة الفحص وقالوا لي أن أتوقع أن يكون في شوية ضغط، الضغط ممكن يسبب شوية ألم، بس راح يكون لفترة ثواني يعني، وبس. وش اسمه، وسوينا الإجراء، خلصنا كله على بعضه خلال دقائق. تأكدي سيدتي بأن الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي يعتبر وسيلة أساسية للوقاية وضرورة ملحة وخطوة أولى للحد من الإصابة بهذا المرض الفتاك. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. قامت سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت باحتفالية بمناسبة الذكرى 41 لحرب أكتوبر بحضور عدد من شخصيات دبلوماسية في البلاد. يوم 6 من أكتوبر عام 1973 كان حدثا محوريا ليس في تاريخ مصر فقط، بل في تاريخ الأمة العربية. لذا احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت بالذكرى 41، والذي يأتي انطلاقا من المكانة الخاصة لهذه الانتصارات لكل مصري وعربي. أن أمثل دولة الكويت في هذا الاحتفال، في هذا النصر، وهذا النصر بالنسبة لنا يعني شيء الكثير، يعني بالنسبة لنا أول شيء إيماننا بالقضية، إيماننا بقيادتنا السياسية وحنكتها وبعد نظرها لما أرسلت أبنائها من الجيش الكويتي للقتال ومواجهة العدو في سيناء وفي الجولان. وأيضا هذا الاحتفال ما هو إلا إيمان منا إحنا أيضا كعسكريين بهذه القضايا وبهذه القيادة السياسية. فنسأل الله العلي القدير أن يديم الاحتفالات علينا ويحفظ أوطاننا بالأمن والأمان إن شاء الله. تحضر سيدي حضرة صاحب السمو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة حفظه الله وسمو ولي العهد الأمين، وشكرا لكم. العلاقة الكويتية المصرية علاقة راسخة وتاريخ حافل من التعاون والأخوة، فهذا الاحتفال ما هو إلا دليل على الأخوة الصادقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. كانت تكون الدولة الـ أو من الدول العربية القلاقل أو القلائل عفوا التي لم تحدث في العلاقات المصرية الكويتية، لم تحدث أي أمور شد أو جذب خلال الفترة أو خلال الأربع أعوام الماضية، وذلك يرجع لأنها علاقات راسخة، علاقات متجذرة، وعلاقات شعوبية بالمقام الأول.
اختلطت الدماء الكويتية والمصرية في حرب الكرامة، فحرب أكتوبر كانت ملحمة عربية متكاملة الأركان. إيه ذكرى جميلة انتصار الجيش المصري في أكتوبر، والأسعد أني أنا ضال على عايش على الحياة، ما زلت وأنا حامل وسام اللي هو حرب القنال، فكنت في سوريا ولكن أخذت بحرب السام 41 عام حملت وسام الشجاعة المصرية وأنا منسلمج، والشجاعة الطيب، الشيء الطيب إن ما زالت اللحمة العربية الموجودة، والشيء الجميل إن المارد العربي صح الآن ووقف على قدميه وبدأ ينظر إلى إخوانه عشان يحمي هذا السور ويكون هو الرادع. الجيش المصري ذكر بالقرآن خير جنود الأرض. حضر الحفل العديد من الوزراء والشخصيات الدبلوماسية والجالية المصرية المقيمة على أرض الكويت الحبيبة. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. أيها السادة، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى حجي بدهان ركبان مطيري عن عمر يناهز 85، وسيوار جثمان الثرى بعد صلاة عصر غد. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله نعمة محمد القلافة عن عمر يناهز 81. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد العزيز طارش الظاهر عن عمر يناهز 77، وسيوار جثمان الثرى بعد صلاة عصر غد بمقبرة الجهراء. انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد باقر محمد غلوم عن عمر يناهز 35. انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد إدهام تركي الشمري عن عمر يناهز 22، وسيوار جثمانه الثرى بعد صلاة عصر غد بمقبرة صبحان. انتقل إلى رحمة الله تعالى علي حسن كمال علي عن عمر يناهز 21. انتقلت إلى رحمة الله تعالى بهيجة محمد صالح أحمد أرملة جعفر حسين الحسن عن عمر يناهز 83. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زهرة حسين أحمد سليم أرملة مختار حسين علي عن عمر يناهز 79. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما سيداتي وسادتي لنشرتنا إليكم إعادة لموجزها، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير الإعلام خلال افتتاح مسرح السالمية يؤكد أن هذا الحدث هو الخطوة الأولى نحو تطوير المرافق الثقافية في البلاد. ووزارة الداخلية تدعو الجميع أن يتحملوا واجبهم الأبوي والأسري والمجتمعي ومسؤولياتهم الوطنية لوقاية الأبناء وحمايتهم من محاولات التغرير بهم.